خصصت الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل نحو 13 مليار كرون للدفاع المدني والعسكري، سيتم استثمارها في تعزيز القوات الجوية وتوفير بوارج بحرية ودفاعات جوية حديثة للجيش، بالإضافة إلى توسيع الدفاع السيبراني والاستخباراتي حتى عام 2030. أقدمت نحو 60 بلدية على إغلاق بعض المدارس التي يشكل المهاجرون العدد الأكبر من طلابها في محاولة للحد من الفصل العنصري وتكتل المجموعات المتشابهة عرقيا في المدارس. ويعتقد أن حرية اختيار المدرسة ووصول العديد من الوافدين الجدد في السنوات الأخيرة قد صعب الأمر. قررت مؤسسة نوبل إلغاء حفل توزيع الجوائز التقليدية في قاعة الحفلات الموسيقية في ستوكهولم هذا العام بسبب وباء كورونا، وسيشارك الفائزون بدلا من ذلك من بلدانهم الأصلية في الحفل المتلفز الذي سيتضمن عروضا ترفيهية ومقاطع مصورة للفائزين. بعد ارتفاع طفيف في أعداد المصابين بفيروس كورونا في ستوكهولم، بدأ المختصون بالتشاور مع هيئة الصحة العامة حول إمكانية تطبيق الحجر الصحي العائلي، ما يعني أن كل شخص يعيش في نفس المنزل مع شخص مصاب بكورونا عليه أن يعزل نفسه. بعد أن تعرض عالم الأوبئة أندريس سيجنيل لانتقادات لاذعة وهجوم شرس، وبعد أن شهدت السويد انخفاضا ملحوظا بعدد الحالات مقابل ارتفاعها في دول أخرى، كتبت صحيفة ذا سن البريطانية مقالا أشادت فيه بجهود سيجنيل تحت عنوان البطل السويدي، كيف أنقذ السويد من فيروس كورونا دون إغلاق تام. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا www.actor.se.